صار معاها كريزة كهرباء لما تصير أصوات وهيك شيء هي تكرت، أكيد أحسن من كنت في بيتي بألف مرة. هون يعني الوضع هادي شوي، ما بتسمع أصوات. وتاني شيء صار عندها روتين، بتيجي على المدرسة بتروح، كيف صار فيها يعني تأخذ وتعطي شوي بالكلام. كهرباء يعني ما بقى تجيها مثل قبل. The war in Lebanon has affected the entire country. At least 1.3 million people are displaced, and thousands of others are injured or dead. In the shadow of this conflict, people with special needs are also suffering, their plight receiving little recognition. بالنهاية نحن بنشتغل مع الولاد، خصوصا الولاد اللي هن عندهم صعوبات، يعني بنحس شوي انه هول الولاد عم يتأثروا بعد اكثر من غيرهم بكل الوضع اللي عم بيقطعوا فيه، كل من اصوات لمشاهد عم بيشوفوها لكل شيء عم يقطعوا فيه، حتى الستريس اللي كل الاشخاص اللي حواليهم عم بيعيشوه هن عم يقدروا يحسوا فيه. People with special needs in Lebanon face a host of challenges, including discrimination and a lack of support from public institutions, particularly public schools. For more than a decade, Skilled has sought to change this by developing awareness and educational programs for people with special needs. When the war in Lebanon escalated in September, therapy sessions and programs at the Skilled Center were impacted. يعني حتى بقلب الثيرابي في كتير قصص تغيرت، إن كان كيف بيتواصل الولد، إن كان الإيموشنز تبعه، عم بيكون خايف من أقل صوت، إذا طبش الباب، إذا وقعت طابع على الأرض، إذا حيلا صوت يمكن غميق طلع من برا. عم نضطر نلجأ لبعض الأساليب، مثلا ريلاكسيشن، أو عم نضطر نلجأ بأكتيفيتيز إنه نحكي عن أحاسيسنا ونحكي عن مشاعرنا ومخاوفنا قد ما بنقدر. هدفي الأساسي مع سارة نقدر نوصل لمحل عن جد تقدر تتواصل مع رفقاتها، تقدر تتواصل مع محيطها، تقدر تعبر عن حاجاتها عن رغباتها بطريقة مستقلة بقدر المستطاع. يعني نحن بنعرف إنه سارة خلقت بوضع صحي كتير صعب، وهيدا الوضع الصحي تبعها وصلها لمحل إنه يكون عنا تأخر على كذا صعيد، من بيناتهم اللغة والتواصل وكل شيء، المهارات اللي هي بتساعدني إن أنا أكون موجودة وعبر عن حالي. Sarah's family is originally from Syria. They came to Lebanon to escape the country's brutal civil war, only to find themselves caught in the crossfire of another conflict. عشت تحت يعني تحت الضرب، انه كان حدي وحوالي وهيك، يعني شيء 7 شهور ما عندي القدره انه انا اطلع وانه ارجع استاجر بيت او اقعد بمطرح. انا قاعده ببستان، اذا بدي اطلع من بيتي ما في محل اقعد فيه. ليوم الساعه 2 بالليل ضرب صاروخ حد بيتي، الازاز تكوم علينا كوم واحد. It was then that Sarah's family decided to flee. They initially went to Beirut, but they were unable to find a place they could afford to rent. Then they learned about ABTS, Themar Seminary School, which has been hosting displaced families. After checking into ABTS, Sarah's mother learned about Skilled. هن اخذوها وصاروا يعلموا لي اياها، يشتغلوا عليها هيك، لحتى هلا شوي صارت تركز، صارت تاخذ تعطي معك بالكلام، صارت شوي تعرف انه هيدا صح هيدا غلط، هيدا لإلها هيدا مو لإلها، صارت تلفظ كمان كلمات. يعني اكيد اختلفت علي شوي، صار ياخذوها شي ساعتين ثلاثه وهي صارت تحب، صارت بس تفيق الصبح تأشر لي على شعرها انه بدها تنشطه. هي بتقول هون في لعبة هي بتحبها كتير، سيارة صغيرة، بتقول أنا بدي أروح عند السيارة، صارت تلفظ كلمة سيارة، أجرها من إيده إنه وين بدنا نروح، تضل جايبتني لحد البوابة، اللي هون أملي وطموحي إنه سارة تصير تسمع مظبوط وتصير تحكي وتصير هيك بنت مثل كل البنات.